8 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل. مرحبا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة لبحث نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل. وتناول الاجتماع مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، حيث وجه الرئيس باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه والإجراءات القانونية اللازمة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، يعني بداية، هل لك أن تطلعنا على أهم ما جاء في اجتماع الرئيس السيسي مع وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي وأيضا رئيس المخابرات؟ نعم، بالفعل تم اليوم عقد اجتماع حضره وزراء الخارجيه وزير الخارجيه ووزراء وزير الموارد المائيه والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامه وممثل عن وزاره الدفاع. خلال الاجتماع تم استعراض نتائج مناقشات اللجنه العليا لمياه النيل التي تضم عددا من الخبراء المتخصصين الذين يمثلون كافه وزارات الدوله والاجهزه المعنيه. كما تعلمين أن العاصمة السودانية الخرطوم من المقرر أن تستضيف في 23 من شهر مارس الجاري قمة ثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا، يشارك فيها رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين. هذه القمة ستشهد التوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة الأثيوبي. هذا الاتفاق تم خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية في بداية شهر مارس الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم. ناقشت عددا من القضايا بين الدول الثلاثة والتي كانت متعلقة بسد النهضة ضمن اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية بمشروع السد، من منطلق ضرورة عدم الإضرار بأي من مصر والسودان باعتبار مصر هي دولة المصب ولها حقوق تاريخية يجب الحفاظ عليها مع حق أثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن دون التأثير على حصة أي من مصر والسودان في هذه المياه. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على أن يطلع بنفسه على الاتفاق وأن يتم مراجعة هذا الاتفاق بشكل مستفيد للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. الأستاذ صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشكرك شكرا جزيلا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره لحرص إيطاليا على حضور مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ. وأشاد الرئيس السيسي بالخطاب الذي ألقاه رينزي أمام المؤتمر والذي أكد خلاله أن معركة مصر ضد الإرهاب تعد معركة إيطاليا، كما وجه السيسي الدعوة إلى رينزي لزيارة مصر. ومن جانبه وجه رئيس الوزراء الإيطالي التهنئة للرئيس على التنظيم الناجح للمؤتمر الاقتصادي، والذي قال إنه أكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الإرهاب. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية مباحثات مع الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة سام كهامبا كوتيسا بحضور وزير الخارجية سامح شكري. أعرب السيسي عن دعم ومساندة مصر لرئيس الجمعية العامة، مؤكدا على ضرورة التمثيل العادل للقارة الإفريقية داخل مجلس الأمن، حيث استعرض موقف مصر من إصلاح وتوسيع المجلس والتمسك بالموقف الإفريقي الموحد. ومن جانبه أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي لإحلال السلام والاستقرار ودفع عملية التنمية في مصر، وأشاد كذلك بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. كما عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أعقبها مؤتمر صحفي مشترك، وشدد شكري على أن مصر تبذل جهودا كبيرة في مقاومة الإرهاب، مضيفا أن المجتمع الدولي عليه أن يطلع بمسؤولياته في وضع الأطر التي يتم التوافق عليها حتى تكتسب الشرعية الدولية في مقاومة هذه الظاهرة مقاومة شاملة. من جانبه قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير شكري قضية مكافحة الإرهاب وعلى رأسها مكافحة ظاهرة استخدام مواقع إلكترونية لتجنيد المقاتلين الأجانب أو تمويل الإرهابيين.
دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعا القوى التي راهنت على الجماعات المسلحة في المنطقة لأن تعيد النظر في موقفها وأن تقف مع إرادة الشعوب. تصريحات شيخ الأزهر جاءت خلال استقباله وفد الملحقين العسكريين الأجانب في مصر، حيث قدم الوفد تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 21 مصريا في ليبيا، وكذلك في كل شهداء مصر من المدنيين والعسكريين. وأكد الوفد دعمه التام لاستقرار مصر وأمنها ولجهود الأزهر وإمامه الأكبر في مواجهة الأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الدين الإسلامي. أطلق رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وذلك خلال زيارته إلى محافظة قنا برفقة عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين. وأكد محلب على ضرورة العمل على استغلال الروح المعنوية العالية والطاقة الإيجابية التي تشهدها مصر حاليا عقب نجاح المؤتمر الاقتصادي مصر المستقبل، مشددا في الوقت نفسه على أن هيبة الدولة قد عادت، وأن من يأكل قوت الشعب ويتاجر في السوق السوداء ستتصدى له الحكومة. وبدوره قال وزير التنمية المحلية عادل لبيب، قال إن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل الشباب في القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات. وأضاف لبيب أن اليوم يشهد انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة، وأن المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع المقبل في محافظات الوجه البحري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من محافظة قنا مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، اطلعنا على آخر التطورات فيما يخص زيارة رئيس الوزراء إلى قنا وإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بعنوان مشروعك. بالفعل يعني انتهت زيارة المهندس إبراهيم محلب إلى محافظة قنا منذ ساعة تقريبا. هذه الجولة للسيد رئيس الوزراء بالمحافظة اشتملت على إطلاق يعني مبادرة أولى تبدأ من محافظة قنا وتشمل يعني ما يقرب من 11 محافظة كمرحلة أولى بتكلفة يعني 3 مليار جنيه تمهيدا لتطبيق هذه المبادرة في باقي المحافظات ابتداء من الأسبوع المقبل لتبدأ المرحلة الثانية، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وخاصة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل من 3 بنوك هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية والائتمان الزراعي. هذه البنوك تقوم بتمويل هذه المشروعات، بالإضافة إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يقوم بتوفير دراسة الجدوى لبعض المشروعات التي يتم عرضها على الشباب. تلك المبادرة أيضا ترعاها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنوك الثلاثة التي ذكرناها. أيضا تفقد المهندس إبراهيم محلب اليوم توصيل الغاز الطبيعي لبعض المنازل بالمحافظة، وأكد على انتهاء أزمة الاسطوانات الخاصة بأنابيب البوتاجاز في خلال هذه الفترة. شملت الجولة أيضا تفقد المهندس إبراهيم محلب لمحطة توسعات معالجة صرف صحي قنا، والتي مقرر لها أن تخدم ما يقرب من حوالي 500,000 نسمة وتكلفتها 300 مليون جنيه. أكد السيد اللواء هاني محمود رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أيضا على أن مشكلة الصرف الصحي يعني بمحافظة قنا على وشك الانتهاء منها تماما، وخاصة المشكلة المتعلقة الصحي بمدينة قوس. أكد أيضا على أنه سوف يتم الانتهاء منها في القريب العاجل. اختتم المهندس محلب أيضا زيارته اليوم بزيارة لإحدى الوحدات الصحية بقرية المراجدة ومستودع الاسطوانات البوتاجاز. أيضا تفقد منطقة الوحدات السكنية بمنطقة تسمى حاجر الجبل. وأكد المهندس محلب على استمرار زياراته المتكررة لمحافظات مصر المختلفة للوقوف على مشكلات المواطنين ومحاولة إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى المشروع القومي الذي بدأه من محافظة قنا اليوم. نعم. زيادة إلى تشغيل العديد من الشباب. أشكرك أحمد أبو الحسن مراسل النيل.
أعرب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أعرب عن تفاؤله بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي والذي عقد في شرم الشيخ. وفي ختام مؤتمر صحفي عقده لاستعراض ما تم إنجازه من مشروعات في العاصمة خلال الفترة الماضية، أكد محافظ القاهرة أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لها مردود إيجابي على القاهرة، خاصة وأنها ستكون مركزا للمال والأعمال. مشروعات عديدة تعمل عليها محافظة القاهرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها الكثير من المناطق، على رأسها العشوائيات ورفع كفاءة الطرق وتطوير منطقة القاهرة الخديوية. في عندنا مليون مواطن في القاهرة بيعيشوا في مناطق عشوائية مقسمة ما بين مناطق عشوائية مهددة للحياة ومناطق عشوائية غير مخططة وتنقصها الخدمات، واحنا شغالين في الاثنين دلوقتي. اول مره في القاهره يكون في عمل بيتم استثماراته دلوقتي في المشروعين اللي احنا بنعملهم، احلى مصر والاسمرات، ده المشروع تطوير العشوائيات اللي احنا شغالين فيه. المحافظ أوضح أن مشروع إسكان تحيا مصر الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة 500 مليون جنيه تم إنجاز نسبة كبيرة منه. احنا بدأنا مشروع ب 6000 وحدة سكنية، بعدين الرئيس كان أمر أن يبقى فيه تمويل إضافي 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وهو ده اللي بنبني بيه المشروع الثاني اللي ماشي بسرعه الصاروخ. عليا احنا بنحاول ان احنا نظهرها للراي العام. الموضوع مش في الدويقه بس ولا في منشيه ناصر بس. في عندنا اماكن اخطر من دي. في عندنا علبه خرله واسطبل عنتر وبطن البقره اخطر من دي. أزمة كبيرة تمثلها المناطق العشوائية وغير الآمنة والتي تضم حوالي 280 ألف شخص لا بد من إزالتها وتوفير مسكن آمن لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة عن طريق توفير تلك المساكن. على منتصر النيل. عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعا تنسيقيا لعدد من المستثمرين مع 600 شاب من المتقدمين لوظائف وزارة القوى العاملة والهجرة. واستهدف الاجتماع نشر ثقافة العمل الحر في الشركات والمصانع وعدم انتظار وظائف القطاع العام للمساهمة في دفع عجلة الانتاج للاقتصاد الوطني. في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الثروة الشبابية في بناء الوطن، نظمت وزارة الشباب والرياضة ملتقى بمسرح الوزارة لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال مع 600 شاب من الخريجين الباحثين عن فرصة عمل. طموح محدود وان شاء الله ان شاء الله الشباب عينيه بقى فيها حته روح انه لازم كده في حته تحدي او في طموح وفي عايز يعمل حاجه. احنا بنشتكي ان احنا العماله المطلوبه ما بنلاقيهاش بسهوله، فالشركه بتطلب جميع انواع العماله، ما من العامل الفني، عامل عادي، لحام، عامل تجميع، والناس دي بتتدرب في مكان العمل. يستهدف اللقاء استعراض عدد من فرص العمل المتاحة بالشركات والمصانع بمنطقة 6 أكتوبر ونشر ثقافة العمل الحر وإعادة تأهيل وتثقيف الشباب بما يساهم في تقليل فجوة البطالة والتأكد من استمراريتهم في الوظائف المتاحة وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أنا قدمت في القوى العاملة من فترة والحمد لله هم اتصلوا بيا ونزلت النهاردة علشان أقابلهم. هم قالوا لنا أن احنا نشتغل في قطاع خاص بس بعقود بتضمنها هنا وزير الشباب وبيضمن لنا أن احنا ما يحصلش اللي هو يطردونا في أي وقت أو يعمل لنا تفنيش بسبب أي حاجة غير مبررة، ولينا تأمينات ولينا كل حاجة. قطاع خاص هو يعني لو ضمن لي معاشات وضمن لي المرتبات الكويسة والوقت ايه المشكلة يعني، بس يكون ضمن لي كل حاجة. لو ضمن لي معاشات وضمن لي الحاجات دي مفيش مشكلة أن أنا أشتغل في القطاع الخاص. يأتي هذا اللقاء استكمالا لمجموعة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة بحضور رؤساء جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية واتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية، والتي عرض المستثمرون خلالها 80,000 فرصة عمل للشباب. شذا مجدي، النيل.
ناقشت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيناريوهين لتقسيم الدوائر يشملان توسيع بعضها أو زيادة عدد المقاعد. وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي والذي يرأس اللجنة أن السيناريوهين سيوجدان فروقا نسبية بين الدوائر تتراوح ما بين 20 إلى 30%، مضيفا أن اللجنة اتفقت على إجراء مزيد من الدراسة في هذا الشأن للوصول إلى أقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر. وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بمزدوج الجنسية في قانون مجلس النواب، قال الهنيدي أن صياغة هذه المادة لا تمثل أي مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت، وشدد على أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ملتزمة بمدة شهر، هي المدة التي حددها رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين والذي يتوقف بمقتضى القيد والتعديل. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور قرارها بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة تدعو إلى الاستفادة من هذه الفترة في تحديث الناخبين لبياناتهم التي طرأ عليها تغيير. أعلن النائب العام المستشار هشام بركات ما توصلت إليه النتائج أو النيابة العامة من نتائج في 3 قضايا شاغلة الرأي العام. قد أمر النائب العام بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي لمحكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ، وأسندت النيابة إلى الضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت. كما أمر النائب العام بإحالة 16 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك إلى الجنايات، وذلك لارتكابهم جرائم العنف والشغب على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي. كما انتهت تحقيقات النيابة في شأن قضية مقتل المواطن محمد الجندي إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل نتيجة حادث سيارة وليس نتيجة لتعرضه لتعذيب بدني. إلى الانتخابات في إسرائيل، حيث يواصل الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم لاختيار 120 نائبا في الكنيست على أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في 10 مساء. ويواجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يواجه منافسة شرسة من قبل المعسكر الصهيوني بقيادة إسحاق هرتسوك، والذي ترجح استطلاعات رأي فوزه بفارق طفيف عن نتنياهو. ناخب إسرائيلي توافد على أكثر من 10,000 مركز اقتراع في مختلف أنحاء إسرائيل لاختيار نواب الكنيست من بين قوائم 25 حزبا سياسيا، ولم يحدث مطلقا من قبل أن فاز حزب بمفرده بأغلبية المقاعد في البرلمان منذ أجرت إسرائيل أول انتخابات عام 1949. لذا فالمسألة مسألة وقت قبل أن ينتهي الاقتراع ليبدأ سباق آخر، هو سباق الائتلافات التي قد تشكل الحكومة المقبلة. ويمكن اختصار تلك المعركة الانتخابية ومقدراتها وتأثيرها الإقليمي بالقول إنه خيار بين سيء وأسوأ. المحللون السياسيون يرون السجال بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم المعسكر الصهيوني إسحاق هرتسوك وحليفة تسيبي ليفني. استطلاعات الرأي تؤكد أن هرتسوك يتجه بقوة نحو الفوز على حساب نتنياهو وحزبه ليكود. ثمة تقارير تشير إلى أن نتنياهو أوفر حظا في تشكيل أغلبية برلمانية اعتمادا على تقاربه من الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية القومية المتطرفة. ومن المعروف أن سياسات نتنياهو الليبرالية ساعدت على تحقيق نمو سريع في إسرائيل، لكنها جعلت غالبية الإسرائيليين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة غير المسبوق. نتنياهو مستشعرا خطورة الموقف ركز في حملته على الطابع القومي ودعب الناخبين المتعصبين وذوي الميول الدينية المتشددة. للحيلولة دون صعود جناح اليسار للسلطة ليس أمامنا سوى إغلاق تلك الثغرة بأن نصوت لليكود. أما إسحاق هرتسوك فشكل تحالف المعسكر الصهيوني مع حزب الحركة الوسطي هتسوعة بقيادة وزيرة العمل السابقة تسيبي ليفني.
هذه الانتخابات تدور بين التغيير والأمل أو اليأس وخيبة الأمل. من يريد الاستمرار على طريق اليأس الذي يسير عليه نتنياهو فليصوت له، أما من يريد التغيير والأمل ومستقبل أفضل لإسرائيل فليصوت للمعسكر الصهيوني. حظوظ المعسكر الصهيوني الذي يمثل تيار يسار الوسط كبيرة في اقتناص الفوز بفارق طفيف عن ليكود، ما قد يتيح لهيرستوغ النشاط الحقوقي الذي طالما دعا لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، يتيح له قيادة الحكومة المقبلة، خاصة أنه يحظى بدعم قوي من مجتمع الأعمال الإسرائيلي، إذ أن أفكاره تلك ستفتح أمامهم أسواقا جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. معركة الانتخابات الإسرائيلية ستنتهي قريبا بإعلان فائز لتبدأ معركة ثانية أخطر، هي معركة الائتلافات التي سيشكل أحدها الحكومة، ومن ثم سيرسم ملامح السياسة الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من رام الله السيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. سيد جهاد بعد التحية، كيف تتابع إلى الآن سير الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية؟ ماذا عن توقعاتك لنتائج هذه الانتخابات؟ يعني أولا هناك حركة ما زالت ليست دؤوبة خاصة لدى العرب في التوجه لصناديق الاقتراع. أنا أمل خلال الساعتين الأخيرتين أن يزداد أو تزداد نسبة التصويت لدى العرب، لأن زيادة نسبة التصويت تعني أمرين. الأمر الأول هو زيادة عدد أعضاء الكنيسة العرب أو نجاح القائمة المشتركة اللي في مجملها عربية، وأيضا خسران لبعض الأحزاب المتطرفة كما هو لياحد الذي يترشح عليه إليشاي ومارزل المتطرف. وبالتالي كلما زادت نسبة العرب في التصويت كلما كان هناك إمكانية لفوز الوسط واليسار بتشكيل الحكومة. حتى الآن ما زال مبكرا على توقع النتائج الفعلية أو المرشحة لأن تكون هي فعلية مستقبلا، لان الاكزيت بول او استطلاع الخروج سيكون بعد الساعه العاشره. ولكن بعض استطلاعات الراي ترجح فوز المعسكر الصهيوني. نعم، استطلاعات الراي خلال الايام الاخيره ترجح فوز او تغلب التحالف الصهيوني باربع مقاعد زياده على الليكود بحوالي 26 مقعدا، لكن هذا الفوز لا يمنح التحالف الصهيوني حتى الان اغلبيه مريحه داخل الكنيست، بمعنى انه محددة. ويعني الاحزاب الاسرائيليه اذا تم تقسيمها تقبع في اربع خانات. الخانة الأولى اليمين واليمين المتشدد الذي يمثل الليكود والبيت اليهودي وبيت وإسرائيل بيتنا وزير الخارجية ليبرمان، وهناك الوسط الذي يتمثل بمشي كحلون وهو الجديد على الساحة السياسية بمعنى كحزب جديد وهو حزب كيلانو ومئير لبيد، وبالإضافة إلى التحالف الصهيوني، وهنا الاتجاه الثالث وهما الأحزاب الدينية المتمثلة بالشاس ويدوثها توراة واليسار والعرب ميرتس والقائمة العربية. ربما يستطيع التحالف الصهيوني إيجاد تحالف مع الوسط واليسار، لكن يحتاج أيضا إلى تحالف مع حزب ديني، وكذلك بالنسبة لليمين يحتاج إلى أحزاب دينية بالإضافة إلى حزب من أحزاب الوسط، والحديث يتحدث حول مشي كحلون. لذلك طيب، حتى الآن الخارطة غير واضحة تماما، على الرغم أن البعض الاستطلاعات ترجح أن يكون نتنياهو أكثر قدرة على الوصول لتشكيل الحكومة كما حدث عام 2009، لكن نسبة التصويت اليوم وكيفية التصويت اليوم سيحدد التوجهات المستقبلية. لذلك لا أعتقد أن هناك توقعات دقيقة حتى الآن، على الرغم من السيناريوهات المختلفة لشكل الحكومة القادمة، سواء أن تكون يمينية متطرفة بأحزاب اليمين بالإضافة إلى حزب من أحزاب الوسط، أو تكون من أحزاب الوسط واليسار بالإضافة إلى حزب من أحزاب المتدينين. طيب، أو أن تكون حكومة وحدة وطنية بين التحالف الصهيوني والليكود. طيب، في حالة فوز المعسكر الصهيوني، يعني كيفية انعكاس ذلك على مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟
يعني أولا بالنسبة للفلسطينيين الحديث بين السيء والأسوأ بالنسبة للأحزاب الصهيونية، لكن إذا فاز التحالف الصهيوني بالتأكيد أن هناك آمالا وانتعاشا بالآمال للذهاب إلى مفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان سيكون هناك صعبا على الجانب الفلسطيني تفسير للمستوى الدولي أو المجتمع الدولي كيفية الصراع على المستوى السياسي الدولي، أي توجهات منظمة التحرير الفلسطينية لمحكمة الجنائية الدولية أو غيرها، لأن هناك عدد من المجتمع، عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستدعم هذا التحالف وهذه الحكومة باعتبار خيار السلام، وبالتالي ربما نشهد عودة للمفاوضات خلال الفترة القادمة إذا ما فازت أو ما فاز التحالف الصهيوني. أما إذا كانت الحكومة بزعامة نتنياهو باعتقادي أن التحرك السياسي الفلسطيني سيزداد قوة وتأييدا من المجتمع الدولي على ساحات سواء في الأمم المتحدة أو في محكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المنتظمات الدولية. نعم، عبر سكايب من رام الله السيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. تشهد الانتخابات الإسرائيلية معركة عنيفة بين المعسكر القومي بقيادة الليكود بقيادة نتنياهو وبين تحالف المعسكر الصهيوني بقيادة إسحاق هيرتسوك وتسيبي ليفني، وتظل الأحزاب الصغيرة والمتوسطة محل التجاذب بين قوى التنافس هذه، في حين تبرز القائمة العربية برئاسة أيمن عودة كرهان جديد في هذه المعادلة. منافسة شرسة شهدتها الانتخابات الإسرائيلية بين المعسكر القومي بقيادة الليكود ومعسكر الاتحاد الصهيوني بقيادة تسيبي ليفني وإسحاق هيرتسوك، فيما يبرز الرهان الجديد هذه المرة على القائمة العربية برئاسة أيمن عودة. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس حزب الليكود يسعى للفوز بفترة رابعة، ويستند في حملته الانتخابية على توسيع المشروع الاستيطاني والتعهد بعدم قيام الدولة الفلسطينية. تسيبي ليفني التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في حكومة إيهود أولميرت وسعت آنذاك للترويج إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين على أساس الأرض مقابل السلام، لكنها لم تحرز تقدما يذكر. إسحاق هيرتسوك ويمثل يسار الوسط بالشراكة مع تسيبي ليفني، وقد اتفق حال الفوز على أن يقتسم رئاسة الوزراء عامين لكل منهما، حيث يحبذ هيرتسوك إحياء عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. يائير لابيد وهو ينتمي أيضا إلى التيار الوسط ويعد رقما مهما في الانتخابات، إذ من المتوقع أن يفوز ب 12 مقعدا، ولم يستبعد لابد مشاركته في ائتلاف سواء مع حزب الليكود أو حزب الاتحاد الصهيوني. نفتالي بنت وهو زعيم حزب البيت اليهودي الذي يمثل اليمين المتطرف، وهو مشهور بتصريحاته العدائية ضد العرب والفلسطينيين، ووصف إقامة دولة فلسطينية بأنه انتحار بالنسبة لإسرائيل. أيمن عودة وهو رئيس القائمة العربية الموحدة التي تضم للمرة الأولى 4 أحزاب عربية تحت رايتها، ويتوقع أن تفوز ب13 مقعدا في البرلمان. وأكد عودة أن حزبه سيجلس في صفوف المعارضة ولم يشارك في أي حكومة بعد الانتخابات مهما كان الفائز. مشير كحلون كان في السابق عضوا في حزب الليكود ثم شكل حزبا جديدا ينتمي للوسط، وربما يصبح عنصرا رئيسيا في بناء ائتلاف بعد الانتخابات إذا حصل حزبه على 10 مقاعد. أفيجدور ليبرمان وهو رئيس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي سيخوض الانتخابات وحده هذه المرة، وتتنبأ استطلاعات الرأي بأنه لن يفوز إلا ب5 أو 6 مقاعد. وفيما تتواصل الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، لم يبدي سكان قطاع غزة أي اهتمام بهذه الانتخابات ولا بالنتائج التي ستسفر عنها، كما اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن نجاح أي حزب إسرائيلي في الانتخابات لن يغير من سياسة حكومات تل أبيب تجاه الفلسطينيين ورفضها لقيام دولتهم المستقلة. مع بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية والتي ستفرز حكومة جديدة، لم تعر الفصائل الفلسطينية أي اهتمام بانتخابات إسرائيل، معتبرة أن جميع الأحزاب الإسرائيلية لها نفس الموقف من القضية الفلسطينية. لا نرى هناك أي فرق
بين يمين ويسار ووسط، لأنه في الموضوع الفلسطيني تقريبا بتجربتنا وطوال السنوات الماضية لم يكن هناك أي فرق بين أي من هذه الأحزاب. نحن نعتبر أن حكومة الليكود أو حكومة المعسكر الصهيوني برئاسة حزب العمل في نهاية المطاف مجمعون جميعا على أن القدس ليست لنا، وعلى إقامة وعلى رفض إقامة دولة فلسطينية، وعلى استمرار العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار التوسع، وبالتالي ليس هناك فرق مطلقا بين هذين الحزبين. اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة نتنياهو أكد على عدم إقامة دولة فلسطينية إذا ما شكل الحكومة القادمة، في حين ألمح اليسار عبر زعيم المعسكر الصهيوني إسحاق هرتسوغ إلى إعادة المفاوضات، ولكن بشروط يرى الفلسطينيون أنها تنسف أي مفاوضات قبل بدئها وتخدم مصالح إسرائيل. اليمين كشف وجهه الحقيقي هذا الأسبوع، أنه لا مفاوضات لا انسحابات لا دولة فلسطينية على الإطلاق. اليسار الإسرائيلي يتحدث عن فتح أفق للتسوية، هذا بهدف أولا بهدف خدمة مصالح إسرائيل، لأن إسرائيل بلا مفاوضات أصبحت دولة معزولة، دولة تتحمل مسؤولية عرقلة عملية التسوية. هرتسوغ يتحدث عن علاقات دبلوماسية ذكية في إطارها إقناع العالم بأن إسرائيل تحاول البحث عن تسوية، وثم يتحدث عن شرط الدولة الفلسطينية الذي شرط الدولة اليهودية الذي ستصطدم به المفاوضات. ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على غزة خلال السنوات الست الأخيرة، بدأتها بحكومة ائتلاف بين اليمين واليسار، ثم تفردت حكومات اليمين في الحربين الأخيرتين بضرب غزة، ما يراه الفلسطينيون إمعان إسرائيل بكامل أحزابها في الدم الفلسطيني وإن كان بنسب متفاوتة. رغم أن غزة والقضية الفلسطينية حاضرة في الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، إلا أن الفلسطينيين لا يهتمون بنتائج انتخابات إسرائيل، فالتجربة أثبتت أن حكومات الاحتلال اليمينية أو اليسارية وجهان لعملة واحدة في التعامل مع الفلسطينيين. عمر بشير، للنيل، قطاع غزة. بانوراما النيل ذات مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل لجنة تحقيق أممية تقرر الكشف عن قوائم سرية بأسماء يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا. التالية في بانوراما النيل مع أخبار المال والأعمال. التفاصيل الاقتصادية مع شهاب شعلان، إليك شهاب. شكرا شادي ولمس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ورأس مالها السوقي يربح نحو 1,600,000,000 جنيه. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1,600,000,000 جنيه لينهي التعاملات عن 24,800,000,000 جنيه وسط تعاملات بلغت 1,100,000,000 جنيه. ما
أكمل شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الاتفاقيات لإتاحة الأرض لإنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع عدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة، وذلك لتنفيذ محطات شمسية قدرة الواحدة 50 ميجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار للمحطة. وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأشار عبد النور خلال ملتقى ريادة الأعمال الذي نظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية، أشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لمساعدة صغار المستثمرين في مصر والبلدان العربية. حول آليات تشجيع الاستثمارات المشتركة بين صغار المستثمرين في البلدان العربية ونظرائهم في العالم، نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ملتقى ريادة الأعمال. لقد اتجهت العديد من الدول من دول العالم المتقدمة السعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة مشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وهذا ما تسعى إليه دولنا في إطار استراتيجية عربية لتنمية اقتصاد بلدنا. نهتم كمجلس سيدات أعمال العرب في تمويل وتدريب المرأة العربية في المشاريع الصغيرة المتوسطة وحث الدول والحكومات العربية على دعم المرأة العربية. هنالك في مصر إن شاء الله احنا نقوم في مزرعة لتكون هي منتج للمرأة العربية. حلم المشروع الصغير للشباب والذي يراودهم دوما ويسعون لتحقيقه وسبل مساندتهم ودعم المشروعات منذ الإنشاء حتى النمو، محوران فرض نفسهما على الملتقى. مساندة المنتج المشروعات الصغيرة المتوسطة شرط أساسي لإحداث التنمية. ثم الحقيقة التنمية ومساندة فكرة المشروع الصغير إنه مشروع كثيف العمالة، وبالتالي تنمية هذا المشروع يؤدي إلى مواجهة مشكلة البطالة. الملتقى أكد على بث روح ريادة الأعمال بين النساء والشباب من خلال تحسين دور المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مجال الحصول على التمويل والتسويق والتوجيه والإرشاد لتنمية المشروعات. إذن هي منظومة مشتركة لدعم المشروعات المتناهية الصغر التي تساعد المرأة والشباب في المقام الأول، ولكل فيها دوره على حدة، دور يساعد على تنمية هذه المشروعات من خلال المناخ الملائم الذي يساعد على الاستثمار الجيد والعمل الحر. من مقر انعقاد المؤتمر، ولاء الحديني، النيل. أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة 2118 حالة تعد على نهر النيل من إجمالية نحو 50399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل. وأكد وزير الموارد المائية والري حسام المغازي أن فرق التفتيش في جميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، مقدرا حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8500 حالة، منها 4707 حالات تمت إزالتها. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الثامنة ما زالت مستمرة مع لميس عبد الغني وشادي شاش. شكرا لك شهاب. وهذا تذكير بأهم ما ورد في النشرة من أنباء حتى الآن. الرئيس السيسي يبحث ملف سد النهضة الإثيوبي مع اللجنة العليا لمياه النيل، ويلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. محلب يطلق من قنا المشروع القومي للتنمية الاجتماعية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ويدعو إلى استغلال نجاح المؤتمر الاقتصادي. لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية تناقش سيناريوهين للفروق بين الدوائر تتراوح بين 20 إلى 30%.
والإسرائيليون يصوتون في انتخابات برلمانية تحسم مصير نتنياهو، وتوقعات بفوز تحالف المعسكر الصهيوني بقيادة هيرتسوغ. أعلن محقق الأمم المتحدة حول سوريا استعدادهم لأن يرسلوا إلى أنظمة قضائية قوائم سرية بأسماء ومعلومات متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا بهدف محاكمتهم. أعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، أعلن أن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم، لكن بطريقة محددة الهدف. والقوائم التي وضعها المحققون واحتفظوا بها سرية في جنيف تشمل أسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب. ودعا المحققون مجلس الأمن الدولي مرارا إلى إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن دون جدوى. استقبل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية والقوى الثورية خالد خوجا اليوم في برلين. وقد بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وعملية إقرار السلام تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ديمتسورا. كما بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسوريين سواء في الداخل السوري أو على مستوى اللاجئين، تحديد المعايير في عملية توزيع طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا. وكان رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية قد طرح خلال لقاءاته في برلين إلى جانب دعم المعارضة وتوحيدها والملفين الميداني والسياسي ملف الجوازات السورية ووثائق السفر المؤقتة والتي يمكن أن تمنحها الأمم المتحدة للسوريين. بحث الأمين العام للجماعة العربية نبيل العربي اليوم خلال لقائه مع وفد من هيئة التنسيق الوطنية السورية برئاسة حسن عبد العظيم بحث تطورات الأوضاع في سوريا في ضوء نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأخيرة بالقاهرة. كما جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية بشأن القمة العربية المقررة يومي 28 و29 من مارس الجاري في شرم الشيخ، وما يتعلق في هذا الإطار من ترتيبات مصر لاستضافة مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة خلال إبريل المقبل، والذي يهدف إلى توحيد رؤى المعارضة وجهودها واستكمال أعمال المؤتمر التشاوري الذي استضافته القاهرة لممثلي المعارضة في 20 و24 من يناير الماضي. وميدانيا أسقط الطيران السوري براميلة متفجرة على بلدة طفس بريف درعا، فيما تعرضت بلدتا داعل وعثمان لقصف عنيف من قبل قوات الأسد دون ورود معلومات عن أعداد الضحايا. يأتي هذا فيما لا تزال اشتباكات عنيفة دائرة بين مسلحي داعش وقوات النظام في دير الزور. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران المروحي أسقط 4 براميل متفجرة على مناطق في مدينة داريا، كما قصفت قوات النظام مناطق في الغوطة الشرقية وفي مدينة حمص. اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وقوات النظام ومسلحين تابعين لها، كما سمع عدوي انفجارات في ريف حمص الشمالي نجمت عن سقوط عدة قذائف، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 5 غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش في سوريا و12 غارة أخرى في العراق. وفي غضون ذلك تواجه العملية العسكرية التي تشنها القوات العراقية منذ أكثر من أسبوعين عرقلة بعدما عمد مئات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتحصنين في مركز بمحافظة صلاح الدين إلى تفكيك كل شيء في مدينة تكريت. ومن ناحية أخرى قتل 7 مسلحين من داعش وأصيب 20 آخرون في قصف مدفعي القوات العراقية جنوب شرق الفلوجة، كما قصف طيران الجيش العراقي رتلا لمسلحي تنظيم داعش في منطقة تربط محافظتي الأنبار وصلاح الدين شمال غربي العراق، أسفر عن مقتل وجرح العشرات من التنظيم. والآن مع أخبار الرياضة. جولة عبر الملاعب الرياضية المختلفة تصحبنا فيها الزميلة إيمان الشيخ. نعم، تحياتي لكما ولكم مشاهدين مني كل التحيات. والبداية في الأخبار الرياضية، الفيفا يحرك الأندية المصرية.